بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لساعة رجاء أن تتنزل علينا فيها الرحمات، وأن تحفنا فيها الملائكة، وأن يذكرنا الله بها في من عنده. أن سعينا لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيهما، ومعرفة ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في زمن تلاطمت فيه الفتن، واختلط فيه الليل بالنهار، واشتبه على كثير من الناس الطريق، وضل كثير عن السبيل. ولذلك كان من اللوازم أن يكون هناك تتابع في التذكير بأمر الله جل وعلا وبمنهجه الذي جعله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولمن سار على نهجهم. والحياة مهما طالت فإنها معبر لا غير، هي معبر إلى الآخرة، والآخرة خير لمن اتقى، وهي طريق إما إلى الجنة وإما إلى النار. وليس الشأن في العمل من كثرته وتعدده، وإنما الشأن في صوابه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حسن العمل أن يكون خالصا صوابا. والصواب هو ما كان على السنة لا على ما أحدثته العقول من الأهواء والبدع والطرائق المختلفة. فمن التقرب إلى الله جل وعلا والرغب فيما عنده الحرص على مثل هذه المجالس العلمية الدعوية النافعة التي تزينت وظهر صوابها بحضور وإشراف سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، يحضر وينصت ثم يعقب مصوبا للمحاضرين ومرشدا لهم ومبينا للحاضرين ما يتعلق بموضوع محاضرات الأسبوع. موضوع هذه المحاضرة تأصيل المنهج الدعوي في ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وسبب اختيار هذا الموضوع ممن اختاروه وكلفني سماحة الشيخ بإلقائه أن الدعوة لا شك هي سمة هذه الأمة وسمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فالدعوة هي السبيل، وهي النهج، وهي الطريق الذي لا بد لنا منه، وهي عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، عبادة متعدية النفع،
نفعها لا يقتصر على صاحبها، بل يتعدى نفعه إلى الدعوة، يتعدى نفع صاحب الدعوة بالدعوة إلى الناس في بلده أو في خارج بلده، أو ربما بمن تأثر به إلى قيام الساعة. ولذلك كان الدعاة على نوعين: من يدعو على وفق الأمر الأول، وفق السنة، مع الأخذ بما جد في العصر من اجتهادات لا تخرج عن إطار التزام السنة والجماعة وطرائق السلف الصالح. وصنف الثاني أراد أن يدعو لكن هذه الدعوة كانت على وفق الأهواء والاجتهادات دون رجوع من العلم إلى ركن وثيق، فتعددت الأهواء وتعددت المشارب، فصارت الدعوة بدل أن تكون منهاجا واحدا صارت مناهج شتى وطرائق مختلفة، وكل يدعي صوابه فيما يأتي وفيما يذر. ولا شك أن العناية بالتأصيل فيه عصمة للعقل وللقلب من الوقوع في الغلط، لذلك جاء هذا العنوان: تأصيل المنهج الدعوي على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. المنهج هو الطريق، ذكره الله جل وعلا في كتابه في قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج والمنهج والنهج هو الطريق الواضح الذي لا التباس فيه، سلك نهجا واضحا، يعني طريقا متأكدا منه واضحا لا التباس فيه. والدعوة لا شك أنها أسلوب يحتاج إلى طريق، وهذا مما جعل القرآن فيه آيات كثيرة تبين هذا المنهاج وهذا المنهج، لأن الشرائع مختلفة لكن المنهج واحد، لأن الشرائع مختلفة والمناهج مختلفة لكن العقيدة عقائد الأنبياء واحدة. وهذا هو الذي يوصلنا إلى أن المناهج الدعوية قد لا تكون على وفق كتاب وسنة وطريقة مأمونة مما أخذها أهل العلم عن السلف الصالح، بل يكون فيها ضرب من النظر في المصالح والمفاسد بحسب توهم أصحابها، النظر في أهداف خاصة إما إقليمية أو حزبية أو سياسية أو فئوية أو جماعية إلى آخر. لكن الدعوة لا تكون دعوة على منهاج صالح إلا إذا ارتفعت عن الأغراض الدنيوية وصارت لله جل وعلا. لهذا أجر الداعية ليس على البشر، أجر الداعية على الله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالداعية لا يأخذ على دعوته أجرا لأنه على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ أجرا من الخلق. لماذا؟ لأنه إذا أخذ أجرا دنيويا من الخلق فإنه ربما سلك ما يريدونه أو يستحسنونه أو تؤول إليه أهواؤهم دون نظر إلى أمر آخر، وهذا واقع. فإن الإنسان إذا أخذ عوض دعوته
فإنه ربما وقع في انحراف من جهة أن يقول على وفق ما أراد من يعطيه أجرا في ذلك. هذا كان الأجر، أجر الداعية، على الله جل وعلا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي الآية الأخرى قال إن أجري إلا على الله، هذا حصر، وهذا يقتضي الإخلاص، فإنه كلما كان قلب الداعية معلقا بالله جل وعلا كان منهجه في دعوته مؤصلا على وفق طريقة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهل أعظم من الأجر أن يقال لمحمد عليه الصلاة والسلام إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت امرأة حسنة حسناء زوجناك، فقال لو وضعتم الشمس في يميني، والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أو أموت دونه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان من المهمات أن يكون الاقتداء في الدعوة قبل معرفة الطريق، أن يكون الداعية متخلصا من طلب الدنيا، وكلما كان أقرب إلى الدنيا كلما فاته من الصواب في دعوته بقدره. وإذا كمل له أن يكون مراده بالدعوة الإسلامية وإلى الله أن يكون مراده الدنيا، إما جاه وإما منصب أو مال يعطى، أو انتصار حزب أو انتصار فئة على فئة، أو تمكن سياسي أو نحو ذلك، فإنه يقع في هذه الدعوة الانحراف ولا يصل الحق إلى الناس. الدعوة إلى الله جل وعلا ليست عملا عاديا من أفضل العبادات، بل عدها جمع من أهل العلم هي أفضل العبادات، لأنها مشتملة على أنواع الأفضلية، أنها نوع من الجهاد في سبيل الله بقوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. والمجاهدة بالقرآن يعني بالدعوة إلى الله بالقرآن والسنة التي هي بيان للقرآن. ومن أوجه التفضيل أن الدعوة إلى الله صارت من أفضل العبادات، أو أفضل العبادات، أنها متعدية النفع. أما العبادات المقصود بها التطوعات، مقصود بالعبادات التطوعية، أما غيرها فيكون قاصر النفع. إذا كان مثلا يقوم في وقته في ليله أو يكثر التلاوة القرآن، هذا نفعه لنفسه، لكن إذا كان يعلم الآخرين القرآن، يعلمهم السنة، يدعوهم، يحببهم، يحبب الله إليهم ويقربهم إلى الله، فإن هذا النفع متعدي. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال وجدت أن التأليف والتصنيف أنفع من التدريس، وذلك أن المعلم يحضر له عدد من الناس من الطلاب 40-50-100، ثم إذا مات انتهوا انتهى هذا العدد بقدر من علمه، ثم هم يعلمون وهكذا. ولكن المؤلف والمصنف في التصانيف النافعة التي تفيد الأمة، فإنه لا ينفك جيل من الناس من أن ينتفع منها عدد كبير، فصار من هذه الجهة، من جهة تعدي النفع، أفضل كما ذكره رحمه الله. لهذا نقول إن الدعوة مأمور بها، قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال أيضا جل جلاله: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. والآيات في ذلك كثيرة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء غالية الثمن. وفي الصحيح أيضا قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. والعلماء تتابعوا على ذكر فضيلة الدعوة، والدعوة إلى الله اسم عام يشمل كل وسيلة من وسائل إبلاغ الدين إلى الناس، الدين الحق إلى الناس، سواء كان ذلك بالتعليم أو كان بالتأليف أو كان بالتدريس أو كان بالذهاب إلى القرى والبوادي أو بإلقاء المحاضرات أو بالمشاركة في وسائل الإعلام أو بأي نوع من ذلك. فكل وسيلة فيها إبلاغ للدين الحق للناس فهي دعوة إلى الله تعالى. والدعوة إلى الله كل يدعيها، مناهجها شتى، والمنتسبون إلى الدعوة طرائقهم شتى، ولكن هذه الطريقة وهذه المناهج قد تكون بعيدة تماما عن الكتاب والسنة وطرق سلف الأمة، كوسائل دعوة غلاة الصوفية والمريدين والأحزاب السياسية البحتة التي استخدمت الدين وسيلة لدعوة الناس إلى مفاهيم سياسية ليس فيها تعبد لله وليس فيها إيضاح الدين الحق لله وأشباه ذلك. فإن هذا متعدد، فيبعد أصحاب الدعوة ويقربون. لذلك كان من المجاهدة المهمة أن يحرص المسلم الداعية على أن يكون في دعوته على وفق كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح. لماذا فهم السلف الصالح؟ لأن الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذا جعل الذين اتبعوا الصحابة بإحسان جعلهم مشمولين بنفس الفضل أو بالفضل نفسه، فذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان يدخل فيه الصحابة الذين تلوا السابقين، ويدخل فيه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وهذا لأجله قال أهل العلم السلف الصالح. السلف الصالح من هم؟ السلف يعني من سلفنا، الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح هم القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر قرنين أو ذكر ثلاثة قرون. وهذا يعني شدة الاستمساك بما كان عليه أولئك. فإذا رأينا ما كان عليه أولئك فإننا نجد أن المنهج الدعوي المتصل بالسلف الصالح رضوان الله عليهم
ومن مشى على هذا المنهج من أئمة أهل العلم وأئمة أهل الاجتهاد كسادات التابعين وتبع التابعين والأئمة الأربعة ومجتهدي أهل الإسلام وعلماء الإسلام إلى وقتنا الحاضر، وجدنا أنهم وإن تباعدوا في بعض المسائل قليلا لكنهم يشتركون في سمات وفي صفات. هذه السمات والصفات هي سمات منهاج الدعوة على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فأول هذه السمات معرفة أن الدعوة إنما هي لله، يعني الإخلاص لله في الدعوة، وأن الدعوة ليست لأحد، ليست لشيخ ولا للنفس ولا لقبيلة ولا لبلد ولا لمذهب ولا لطائفة ولا لجماعة ولا لحزب، إنما هي تقريب الخلق إلى الله جل وعلا وجعل الخلق يحبون الله سبحانه ويعبدونه وحده لا شريك له على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وفي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية قال: وفيها التنبيه على الإخلاص، لأن من الناس من يدعو لكنه يدعو إلى نفسه أو إلى شيخه أو إلى طريقته أو إلى حزبه أو فئته أو كما قال. وهذا واقع، إذا نظرنا اليوم والتمسنا الصواب في ذلك وجدنا أن المتخلص من هذا قليل. ولذلك يجب على الداعية أن ينتبه لنفسه وأن يحاسب نفسه بين الحين والآخر. قد يأتي الشيطان وقد يأتي أغراض الدنيا تأتي وتعرض الإنسان بين الحين والآخر، لكن المؤمن رجاء إلى الحق لا ينفك من رجوعه إلى الله تعالى بين الحين والآخر، ويطلب الصواب من الله سبحانه ويستغفر ربه جل وعلا في الغلط وعدم الإخلاص أو ضعف الإخلاص في الدعوة إلى الله. لأنه كيف ينتفع الناس من دعوتك إلا إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص به القبول. نعم هناك حديث كثير قد يتحدث به الإنسان لكن تلذ له الآذان، لكنه لا يحرك في القلوب صلة بالله ولا تعظيما لله، ولا يحرك في القلوب تعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا صلة بالعلم ولا بأهله ولا بالرجوع الحق، ولا يحرك في القلوب توبة ولا إنابة ولا اتباعا، وإنما يزين الكلام في العقول ويزين في الآذان دون تأثير حقيقي. ولكن الكلام إذا صدر من اللسان لم يتجاوز الآذان، وإذا صدر من القلوب فإن القلوب تعيه وتعقله. فأول المسائل وأعظمها أن يكون الداعية منتبها إلى الإخلاص، ليحذر أخذ الأجر على دعوته، ليحذر أن يقول بثمن وأن يتكلم بثمن وأن يشارك بثمن، وإذا غلب على نفسه شيء من ذلك أو من الحاجة فليراجع نفسه أن يكون مصيبا في قوله. والدعوة تختلف عن القرآن وتعليم القرآن، الدعوة لها أحكام لها حكم في ذلك غير التعليم تعليم القرآن. ولذلك أجاز العلماء أن يأخذ الداعية رزقا لا أجرا، يأخذ مكافأة من بيت المال قرها ولي الأمر، مكافأة غير مشروطة على قيامه بهذا الواجب الكفائي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأمر بأن يكون منا عدد كافي يدعون إلى الخير، فإذا أخذ رزقا يعينه على القيام بذلك وليس أجرا
مقيدا بساعة أو مقيدا بيوم أو مقيدا بشيء معين يقوله فإنه لا حرج عليه في ذلك. السمة الثانية أن تكون الأولويات واضحة عنده في المنهج الدعوي. المنهج الدعوي في الكتاب والسنة ظاهر الأولويات، الأولويات فيه بينة، يعني الأولى فالأولى، الأول فالثاني فالثالث، ظاهرة بينة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما في كتاب التوحيد في صحيح البخاري. وفي الصحيحين قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن الدعوة تكون إلى توحيد الله تعالى أولا، والتوحيد يكون الدعوة إليه إجمالا وتفصيلا، في الإجمال والتفصيل، ويدخل في ذلك كما ذكرنا تعليم العقيدة الصحيحة ونشر مؤلفاتها وأشرطتها وبيان ذلك للناس في كل مكان عن طريق الوسائل الحديثة، الإنترنت ووسائل الإعلام والقنوات إلى آخر ذلك. فإن هذا من أعظم القربات التي نقتدي بها، نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. من السمات أيضا الحرص على الاتباع وعدم الابتداع، لأن الزمن قد يؤدي بالمرء إلى أن يحدث بدعا في الدعوة. لماذا؟ لأن الداعي حريص، يريد أن ينجح في دعوته، يريد أن يوصل للناس الرسالة، فحرصه على الخير هذا قد يجلبه إلى أن يبتدع في الدعوة أشياء لم يأذن الله بها ولم يدل عليها دليل. وكثير من الناس تختلط عليه المصالح في الدعوة بوجوب الاتباع، يظن أن كل مصلحة ظهرت فإنها يسوغ الأخذ بها، وهذا ليس بصحيح. فالمصالح المتوخاة التي دعت إليها الشريعة هي المصالح التي دل عليها الدليل، أو المصالح الاجتهادية التي لا يكون فيها مضاهات للشرع أو تؤول إلى ما لا يحمد في الشرع. فإذا كان في المصالح ابتداع أو كان فيها خروج عن الإخلاص أو ذهاب إلى عدم لزوم الأولويات في الشرع فإن هذا باطل. مثل من يقول إننا نريد بالدعوة السياسة، أما الأمور الأخرى فدعها بعد ذلك. ومثل من يقول المهم في الدعوة السلوك، إن نربي الناس على الزهد والفضائل وأشباه ذلك، وهم في الدين لا يفقهون، وهم في التوحيد ضعاف، ربما جهلوا وربما مارسوا بعض البدع والمحدثات، فهذا خروج عن قاعدة الدعوة التي سار عليها السلف الصالح أنه لا بد من الاتباع والحذر من الابتداع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد يعني مردود على صاحبه. وقوله في أمرنا هذا، مش الدعوة داخلة في هذه الإضافة لأنها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر الدين. فمن أحدث في الدعوة ما ليس من الإسلام، ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس مقرّا من أهل العلم، فهو رد مردود على صاحبه. من سمات المنهج الدعوي المؤصل على الكتاب والسنة الاعتناء في التربية
بالعلم. هناك من يعتني في التربية الدعوية يعتني بالسلوكيات، أو يعتني في أن يفهموا الواقع المحلي أو الواقع الدولي، أو أن يفهموا محاسن الإسلام، أو أن يفهموا التقارير المتعلقة بأوضاع الحكام أو الدول أو المستجدات. ويمضي على هذا الأمر سنون دون تغيير ودون أن يرفع أو يغير في منهاج دعوته. هذا فيه ضرر بين على المدعو، لأنك تدعو هذا الإنسان إلى ربه، فإذا كنت تدعوه إلى ربه فإنما ينجو يوم القيامة من أتى الله بقلب سليم، إنما ينجو من أتى الله بقلب سليم، لا بعقل متنور، لا بعقل يفهم المستجدات، لا بعقل يفهم العصر وأحواله وقاع السياسية. حتى أصبح بعض الدعاة أو بعض من يهتم بالدعوة يتابع الأخبار السياسية أكثر من مراجعته لكلام أهل العلم للقرآن وللتفسير لصحيح البخاري ومسلم وكتب السنة وكلام المجتهدين من أهل العلم. وفي هذا ضرر بالغ على الداعية في نفسه وعلى المدعوين. لذلك كان من المهم أن يكون في الدعوة أن يكون هناك عناية بالعلم النافع، أن يكون من التربية، بل أول درجات التربية وأول ما يهتم فيه التربية العلمية بمعرفة المدعو للقرآن وحفظه ما تيسر منه، وللسنة والالتزام بها، ولمعرفة الفرق بين السنة والبدعة والتحذير من الابتداع، والعناية بالعلم المؤصل، العلم المرتبط بالقرآن والسنة. هناك مسألة متصلة بمنهج السلف الصالح في الدعوة والعلم، وهي العناية باللغة العربية. القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين، فكيف نفقه القرآن؟ نفقه أخباره، نفقه أوامره، نواهيه، حدوده، وعده ووعيده، كيف نفقه ما قص الله علينا فيه، كيف تحرك به القلوب؟ إنما هو باللغة العربية. ولذلك كان السلف الصالح إذا دعوا إلى الله في أي من البلاد التي فتحوها بالعلم والقرآن قبل السيف والسنان، فإن أول ما يعلمون الناس اللغة العربية. لذلك انتشرت اللغة العربية وفقه اللغة العربية، حتى كان من أبناء الأمم الأخرى من أصل لنا قواعد اللغة العربية، وذلك لعنايتهم بها واشتداد اهتمامهم بها. ولهذا تجد اليوم الصالحين من أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها يحرصون على تعليم الناس هذه اللغة العربية. لماذا؟ ليس لأنها لغة العرق العربي والجنس العربي، لا، لأنها لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة الفقه عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العناية بتعليم اللغة العربية هذه من سمات السلف الصالح في منهاج دعوتهم. لا يدعون بلغات الأقوام ويتركون الناس لا يفقهون. يقول تعالوا أنتم، يعلمونهم أشياء من الإسلام ويقول ادعوا إليها بلغاتكم ويتركونهم، إنما يعلمونهم باللغة العربية قدر الإمكان. ولا يمكن أن يكون داعية بصيرا في دعوته لا يعلم اللغة العربية. وهذا مما يؤكد أن يعتني الدعاة اليوم في المراكز الإسلامية وفي المؤسسات والجمعيات في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتنوا في العلم والعمل باللغة العربية، فإنه لا قوة للإسلام
إلا بقوة أهل العلم وأهل الدعوة، ولا قوة لأهل العلم ولا لأهل الدعوة إلا بقوتهم في اللغة العربية. فإذا أصبنا في اللغة العربية فهما واستنباطا أو نطقا وتحدثا فإننا سنصاب في فهمنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي كانت من سمات السلف الصالح أنهم كانوا ينضبطون علميا في المسائل التي يتناولونها. العلم واسع وكتبه كثيرة، وتلقيه ليس بالسهل، فلا بد من الاتسام بالانضباط العلمي. الانضباط العلمي يشمل مسائل. المسألة الأولى أن يكون الداعية يعلم من نفسه أنه متمكن علميا فيما يدعو إليه. لا نشترط في الدعوة العلم الكامل، وإنما من علم شيئا بدليله وفهمه فإنه له أن يدعو إليه. علمت التوحيد وفهمت تدعو إليه، علمت مسائل من الشرع بدليلها ووضوحها فإنك تدعو إليها. الثاني أن يكون هناك علم بأخلاق الداعية، الانضباط بالأخلاق المرجوة التي هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأخلاق الصحابة، ومن أعظمها الإخلاص والصبر، معرفة الحق، الخلق الحسن، حسن الكلام مع الناس، لين الجانب، التعبد، القدوة الحسنة، وهكذا. فالخلق الذي أسماه عدد من أهل العلم السلوك، هذا من المهمات في الانضباط العلمي لدى الداعي، لأنه بلا خلق فإنه لا يكون علما صحيحا، بلا صبر، بلا أنات، بلا حسن جانب، بلا تؤدة، بلا حلم، فكيف يكون داعية؟ الثالث أن يكون عنده انضباط علمي في تناول واقع الناس. واقع الناس مختلف، الناس ربما كانوا في بلد ما لديهم عادات، لديهم أمور، فالعلم قد يؤدي إلى شيء، لكن الانضباط الداعية بالعلم يجعله يهتم بمهارات مخاطبة الناس. فإذا عندنا ثلاث عناصر: عنصر العلم وهذا مهم وهو الأصل، والعنصر الثاني الخلق، والعنصر الثالث المهارة. ما صلة هذا بالانضباط؟ لا يمكن أن نكون في اختلافنا في أمور الدعوة وفي مناهج الدعوة والناس فيما يأتون وما يذرون ومشاربهم أن يكون العلم وحده علاجا. ولذلك هناك كثير عرفوا بعلم نافع لكن ليس لديهم خلق الداعي، أو ليس لديهم مهارة الداعي التي تجعله ينضبط دعويا وعلميا بأصول العلم. دعوة بعلم وبأخلاق دون مهارة في مخاطبة الناس يوقع الدعوة في أمور كثيرة متنوعة ليست محمودة. لهذا كان من اللوازم أن يكون الداعي على منهاج السلف الصالح عالما خلوقا بصيرا بكيفية إيصال دعوته.
من سمات السلف الصالح في دعوتهم أنهم دعاة إلى الجماعة ودعاة إلى اطراح الفرقة، فكل وسيلة من وسائل اجتماع الناس فإنهم يأتونها، وكل وسيلة من وسائل افتراق الناس فإنهم يذرونها. ولذلك كانت دعوتهم إلى السنة وإلى التوحيد وإلى لزوم العلم والعمل دعوة إلى الاجتماع، لأن الاجتماع هو اجتماع في الدين. الجماعة جماعتان، جماعة في الدين وجماعة في الأبدان، في الدنيا أبدان الناس ومصالحهم ودنياهم. واجتماع الناس في دينهم وسيلة لاجتماعهم في دنياهم. ولذلك من سمات منهاج السلف الصالح في الدعوة أنهم دعاة إلى الاجتماع وإلى نبذ الفرقة. الجماعة ونبذ الفرقة في أصناف. أولا، في أعظم أمر في الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين وعدم التفرق فيه هذا دعوة إلى الجماعة في الدين ونبذ الفرقة. ثانيا، الاجتماع على من له السمع والطاعة وله الولاية وهو ولي الأمر المبايع، فالاجتماع عليه واجب ومن سمات منهج السلف الصالح. ولذلك ذموا الخوارج وذموا الفرق من المعتزلة والكرامية والشيعة وأشباههم، لأنهم يدعون إلى الخروج على ولاة الحق وعلى من له البيعة الشرعية. وهذا يجعلنا نقول إنه ليس من الدين ولا من الكتاب والسنة ولا مما دل عليه منهج السلف الصالح أن يكون هناك في بلد الإسلام بيعتان، بيعة على السمع والطاعة للدولة وبيعة أخرى للجماعة، أو بيعة دعوية أو بيعة سلوكية أو بيعة طرقية، فليس هناك إلا بيعة واحدة. فكل بيعة خلاف البيعة المعروفة التي تؤدي للسمع والطاعة لإمام المسلمين ولولي أمرهم فهي باطلة. فلا يصح إذن أن تدعو جماعة من الجماعات في منهج دعوي إلى بيعة مرشد لها أو إلى إمام لها أو إلى شيخ من المشايخ عندهم أو إلى شيخ طريقة أو إلى إمام أو نحو ذلك، لأن هذه البيعات مخالفة لا دليل عليها ومخالفة لما دل عليه الدليل ونهج السلف الصالح في أن البيعة واحدة غير متعددة. فليس هناك عدة بيعات في المنهج الدعوي الذي سلكه السلف الصالح. وبالتالي فأي شيء من هذا سيؤدي إلى فرقة وإلى اختلاف وإلى منابذة لطريقة السلف الصالح. من سمات السلف الصالح اعتناؤهم بالوسطية والاعتدال، الوسطية والاعتدال معناها أن يأخذوا في الأمور بالوسط بين طرفين. فليس السلف الصالح مع أهل الغلو في غلوهم، وليسوا مع أهل الجفاء في جفائهم، ليسوا مع أهل الغلو في الدعوة ولا في العمل ولا في العلم، وليسوا مع أهل الجفاء في الدعوة أو في العمل أو في العلم، وإنما هم وسط بين ذلك. فكما أنهم وسط في توحيد الله وفي صفاته وفي السنة وفي السلوك
بين طرفين، فكذلك هم في منهاج الدعوة وسط بين طرفين، وهذا يجعل دعوتهم قابلة للانتشار والبقاء، لأنه بالتجربة كل دعوة خرجت عن منهاج السلف الصالح بغلو أو بزيادات أو بشيء من المبالغة فإنه لا يكتب لها الاستمرار، وإنما يكتب الله الاستمرار للدعوة التي هي على منهاج سابق. ولذلك انظر في كتب الفرق وما أكثرها، تجد أن فرقا أتت وانتهت كثيرة لأجل أنهم واضمحلت، وبقي البقاء العام في أمة الإسلام لأهل السنة والجماعة على بقاء بعض النحل التي ستبقى إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من سمات المنهج السلفي في الدعوة أنه منهج يعتمد على النصوص الشرعية وعلى القواعد المأخوذة من النصوص ومن كلام أهل العلم، فلدى هذا المنهج كليات تحكم طبيعة دعوته، فالأدلة مقدمة والقواعد العامة مقدمة، لأنه لا بد من ضبط للدعوة وإلا تعددت الاجتهادات. فإذا كان هناك رجوع إلى الدليل وإلى القواعد فإن الدعوة تتقام. ومن ذلك قاعدة العناية بالمصالح العامة وتقديمها على المصالح الخاصة. المصالح الكلية في الأمة مهمة، المصالح الكلية العامة مهمة، فإذا أتى منهج من مناهج الدعوة يريد أن يقدم مصلحة خاصة لمنهاج على المصلحة العامة للأمة، فإنه حين ذاك يشق طريقا فيه فرقة لهذه الأمة. ولهذا اعتنى السلف الصالح رحمه الله بالعناية بالمصلحة العليا للأمة وتفويت الأدنى من المصالح الخاصة، حتى لو كانت مصالح متعلقة بذات الداعي أو بالداعية ذاته أو ببعض المسائل، فإنهم يفوتون المصلحة الدنيا لتحصيل المصالح الكلية، وهذا إنما يقدره أهل العلم، والزمان يتفاوت والناس يتفاوتون. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يعني أن اجتهاد العالم يحدث له قضاء جديدا لأجل أن الناس أحدثوا فجورا في حياتهم في منحا من المناحي. مثل أيضا إعمال قاعدة سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، وهي في الشرع كل وسيلة أو كل طريق إلى غيره، لكنه في القاعدة عنوا بها الذرائع الموصلة إلى ما هو منهي عنه في الشرع. لذلك هناك قاعدتان ما يعمل بها في ذلك: أولا أنه ما لا يتم المشروع به، ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، أن يكون المشروع واجبا فما لا يتم به إلا يكون واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب،
لأن وسيلة الوسائل لها أحكام الغايات، والثانية سد الذرائع. ومن المعلوم أن الذرائع ثلاثة أقسام عند الأصوليين وأصحاب القواعد. ذريعة أجمع العلماء على عدم سدها، مثل زراعة العنب، مثل بيع السكاكين، ومثل بيع وسائل الإشعال. واحد يقول نمنع العنب علشان ما يشرب الناس خمر، أجمع العلماء على أنه لا يجوز سد هذه الذريعة لأنها ذريعة متوهمة ونادرة. ما نبيع سكاكين علشان ما حد يقتل الثاني بالسكين، أيضا أجمع أهل العلم على أن هذه ذريعة لا تسد. ما نحفر آبار عشان ما يجي واحد يطيح في البير ويموت، أجمع العلماء على أنها لا تسد، وأمثال ذلك كثير. فإعمال قاعدة سد الذرائع في الدعوة يجب أن تكون بمقدارها، ما نقول والله هذه ذريعة نسدها. فأحيانا بعض الذرائع لا تسد لأجل ظهور الحاجة العامة لها. الثاني من الذرائع ما اتفق العلماء على أنه يسد، ما اتفق العلماء على أنه يسد، مثل الخلوة وتكشف المرأة بإظهار مفاتنها وتبرجها أمام رجل أجنبي، فإن هذا مما اتفق العلماء على أنه على أنها تسد، وأمثال ذلك كثير. وهناك مسائل اختلفوا فيها هل تسد أم لا تسد، وهذه المختلف فيها يأتي كثير منها في أمور الدعوة، في أمور الدعوة، مثل بعض الأشياء التي يتكلم فيها أو يأتيها بعض الدعاة، مثل الأناشيد اللي يسمونها أناشيد إسلامية، ومثل بعض الأعمال الدعوية مثل مخيمات، مثل معسكرات، مثل آخر. بعض الناس يقول لا، هذه ذريعة إلى طرق صوفية أو إلى ما أشبه ذلك، وآخرون يقولون لا، هذه وسيلة تكون نافعة. وإذا كان هناك خلاف في هذه الذرائع التي هل تسد أو لا تسد في المنهاج الدعوي، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم لحصول اجتهاد في هذه استنادا للكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. فإذا اختلفوا فالمرأة، إذا اختلف أهل العلم الراسخون في ذلك، فإن المسألة يكون فيها سعة. لذلك من سمات منهاج السلف في الدعوة أن الناس يحتاجون إلى بث الفأل والرغب فيهم أكثر من التقنيط والترهيب، يعني أن يكون اعتماد الدعوة في بث الفأل وبث الترغيب، ما يرغب الناس وما يفتح أمامهم من شراح الصدر. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير، قالت يا عبيد إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وإياك وإملال الناس وتقنيطهم، وإياك وإملال الناس وتقنيطهم. فالمبالغة في الترهيب بحيث يظن الإنسان يأتي حالة نفسية أنه هالك لا محالة، هذا ليس من منهاج السلف. والمبالغة في التشاؤم أو ذكر الأوضاع والتشاؤم فيها أيضا، هذا ليس مما يقتضيه العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل كما ثبت في الصحيح،
الفاعل ما هو؟ الكلمة الحسنة يسمعها. لذلك الداعية في محاضرته، خطيب في خطبته، يحرص على ما يبعث الفأل في الناس وعلى ما يبعث فيهم الرغب، يقلل من التيئيس جدا ومن الترهيب الذي يخيف فيكون بقدره. لذلك تجد في القرآن وصف الجنة أكثر من وصف النار، والترغيب أكثر من الترهيب. هذا يأتي إلى وسيلة أو إلى طريقة من طرائق الدعوة المعاصرة التي استخدمها بعضهم وهي منكرة، وهي أن يبعث في الناس التشاؤم من حال الإسلام ومن حال أهله، ويأتي خطيب أو إمام أو داعي أو ملقي أو مدرس في مدرسته أو يأتي لأوضاع المسلمين، مثلا لأوضاع المسلمين في دينهم، لأوضاع المسلمين السياسية، لأوضاع المسلمين في أحوالهم، ويأتي ويقول حتى يقنط الناس ويبعث فيهم التشاؤم واليأس من أن يكون هناك مخرج وطريق إلى الله جل وعلا وعودة لعزة هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في مسند أحمد بإسناد لا بأس به قال: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. فإذا فسد الناس أو جاءهم الكثير من الواقع المؤلم في دينهم، في شهواتهم، في واقعهم، في بلدهم، في دولتهم، في الآخرة، في الواقع العام للمسلمين، لا يجوز أن يسلك في الدعوة سلوك التيئيس والتشاؤم. من ذلك ذكر مكائد أعداء الإسلام وذكر خططهم والمبالغة في ذلك، فإن هذا مخالف لأمر الله جل وعلا الشرعي، وهو مخالف أيضا لأمره القدري، لأن الأمور ليست بقدر بشرية ولا بعدة وعتاد ولا بواقع قوي. الله جل وعلا يغير الأمور في يوم وليلة بكن فيكون. العالم تربع على قوة اقتصادية رهيبة، العالم الغربي قوة اقتصادية رهيبة بأموال تحسب بأرقام ربما لا يعرفها الأكثرون من كبرها. في 3 أيام صار العالم كله يعاني مشكلة عظيمة في الاقتصاد والركود والكساد وإلى آخره، وذهبت جل تلك الأموال، ووقعت شركات في إفلاس ودول وإلى آخره. إذن نظر في الأمور البشرية البحتة بمدح فاضح كما عند المرجفين، أو بتيئيس فاضح مبالغ فيه كما عند بعض الدعاة والخطبة في ذلك، هذا ليس على منهاج السلف الصالح. الواجب في ذلك الاعتدال في الأمور، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. من سمات السلف الصالح ونختم بها في ذلك، أنهم يحرصون على الرد على الشبه في الدين، وليس عندهم أن كل منتسب للدين فإنه يسكت عليه، فإن حماية الدين
والملة والديانة والحق والكتاب والسنة أولى من رعاية المعين. ولذلك كان من سمة السلف الصالح أنهم عندهم الردود العلمية على المبطلين المخالفين في العقيدة، المخالفين في لزوم الجماعة، المخالفين. حتى قال الإمام أحمد لرجل: قم أنت رجل ضال، لمخالفة تتعلق بالجماعة في كلامه. وهكذا. لكن هذا لا يعني إحداث الفرقة، ولا يعني المبالغة في ذلك حتى يكون هناك الكثير من الخروج عن منهاج النبوة في جمع الكلمة وجمع كلمة المسلم. وآخر هذه السمات بحسب ما اقتضاه المقام أن السائرين على منهاج الدعوة على منهاج السلف الصالح وبما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة يتسمون بسلامة ألسنتهم وصدورهم من الوقيعة في أهل العلم أو أهل الدين أو من بغضهم وشنعانهم. وهذا من المهمات لنجاح الداعية في دعوته، فإن الذي يحمل لسانا وقاعا فإن الله جل وعلا يبتليه بوقوع الناس فيه، والذي يحمل قلبا يحمل غيظا على المؤمنين أو على بعض المؤمنين فإنه لا يؤثر في دعوته. لهذا كان السلف الصالح يدعون ويرون أنهم أقل الناس. قال الحسن البصري رحمه الله: ما لقيت أحدا إلا ظننت أنه خير مني. ولما وقف الحسن أيضا البصري رحمه الله رحمة واسعة والفرزدق الشاعر على قبر، قال الحسن للفرزدق الشاعر: يا فرزدق، ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال: أما أنا، قال فرزدق، أما أنا فأعددت لها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأما أنت فأعددت لها عملك. فبكى الحسن وقال: إن كان الأمر كذلك فإياك والوقوع في المحصنات. فحمله كلام هذا الرجل الشاعر الجاهل المتعدي على حرائم شعره، حمله على أن يذل للحق وأن يكون لينا. ولذلك من سمة الداعية، وهكذا كان السلف، أنهم يقبلون الحق ممن جاء به ويلينون لإخوانهم، ولا يكونون في مجالسهم مشتغلين عن العلم بالوقيعة لفلان وفلان. هذه أمور إنما تؤتى بقدر الحاجة في حينها، لكن أن تكون منهجا وسبيلا وتكون ديدنا فلان فيه وجرح وتعديل وفلان فيه وهكذا، هذا مخالف بنهج السلف الصالح. لذلك سلامة اللسان وسلامة الصدر من سمات الداعية على ذلك المنهاج. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بالحسنى، وأن توفقنا إلى ما فيه رضاك، وأن تنير لنا درب الجنة، وأن تقينا وأن تعيذنا من دروب النار، إنك على كل شيء قدير.
اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. نعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى ومن الحول بعد الكور. اللهم نجنا فإنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.